السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم جبت لكم الوصفه تاع العريان الاصليه حبيتوا ولا كرهتوا الاصليه كيما راكو تشوفوا انا هنا درت 250 غرام تاع فرينه ما درتش كميه كبيره ودرت 125 غرام تاع زبده وزوج ثلاث مغارف تاع سكر تسكار وجمعت بالمزهر بالنسبه للعقده ديالي درت لها 3 كيلات تاع لوز وكيله تاع سكر وجمعت ثاني بالمزهر نشكلوهم العجينه نديروها 35 غرام ولا الفاغس تاعنا نديروها 20 غرام نشكلوهم بهذه الطريقه البنات وكاين طريقه اخرى تاع زمان اللي نديروها موتلت. نحلو العجينه ديالنا مثلث ونحلوها مليح مليح هكا باش تجينا التشالكه ديالنا تجينا خفيفه تجينا خفيفه وتدوب في الفم كيما راكو تشوفوا بعدها درت بياض البيض البنات اللي, اللي تخدم بالكاوكاو دير لافاني واللي ما, دي ما تخدمش بالكاوكاو دير لوز برك سي بارابين دير لافاني اه يعني ولا دي دير لافاني دير لافاني مي سي با لابين لافاني انا هنا خدمته بالكاوكاو البنات هذا كاوكاو كيما راكم تشوفوا شكلهم بهالطريقة الطريقه يجوا ساهلين ويجو شابين ويجوا مطبوعين يعني الحبه تاعنا ما تجي كبيره ما تجي صغيره قلت لكم 35 خمسة 35 غرام 20 غرام تجيكم الحبه مطبوعه وهاو لي التشارك ديالي العريان راهو واجد بنا بنا خرافيه كيما تاع زمان ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم على بالي بلي مقاديرها ساهلين وطريقه اسهل من المقادير نقولكم سلام خياتي فيديو جاي ان شاء الله وصحه فطوركم